ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الخاصة بتوقعات حالة الطقس في المغرب ابتداء من هذا الزوال الأيام القادمة إن شاء الله، سوف نوفيكم بآخر التوقعات والمستجدات بالتفصيل. فقبل البدء مشاهدينا الكرام، فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم مسبقا. والآن سوف ننتقل إلى التفاصيل ودرجات الحرارة المرتقبة إن شاء الله. ودرجات المرتقبة بعد زوال اليوم فقد تصل بوجدة 42 درجة، والناظور 37، الحزيمة 32، تطوان 35، والعرائس 27، كذلك ببر 39 درجة، سيدي سليمان 40 درجة، فاس 42 درجة، تازة 41، 43 بتوريرت، وطات الحاج كذلك 42، خنيفرة 42، خريبقة 42، وكذلك بني ملال 42، الراشدية 40، وكذلك سطات 37 بالنسبة للدار البيضاء، كذلك 27 والرباط 27 إن شاء الله، وكذلك بن قرير 42 درجة، وكذلك مراكش 43 درجة بإذن الله. وقد تكون كذلك على شيشاوة 43 درجة، وترودان 48 درجة، وكذلك طاطا 42 درجة، وفومزقيد 40 درجة، وزقورة 43 درجة، ورزت 41 درجة، وكذلك صويرة 25 درجة، وتيزنيت 36 درجة، قلميم 44 درجة، وأشت 45 درجة، وكذلك السمارة بإذن الله قد تصل 47 درجة، وطنطان 33 درجة، وطرفاية 25 درجة، والعيون 37 درجة، بوكرة 44 درجة، بوجدور 25 درجة، وكذلك الجرفية 26 درجة، الدخلة 21 درجة، والوهرة. وبالنسبة كذلك لموجة الحر سوف تستمر لعدة أيام، وإن شاء الله بالنسبة لتوقعات العواصف الرعدية، يتوقع تكونات الرعدية فوق المرتفعات، وكذلك على شيشاوة سيدي بوعثمان ومراكش، وكذلك بن قرير مع رياح قوية، وقلعة السراغنة تكونات الرعدية على خريبقة مع احتمال ربو برياح نسبية قوية. بالنسبة كذلك لتوقعات الغبار، فيكون أجواء عموما ستكون أجواء نسبيا مغبرة خصوصا على المناطق الوسطى الداخلية مع تطاير غبار وكذلك رياح شرقي. بالنسبة لتوقعات كذلك الأمطار وكذلك ليوم الغد، فيتوقع أن تكون الأجواء نسبيا مستقرة واستمرار الأجواء الصافية والمستقرة وسيطرة الضغط الجوي القوي مع احتمالية إن شاء الله أن يكون كذلك درجات. وبالنسبة لحالة البحر فسوف يكون البحر نسبيا قوي إلى قوي الهيجان بعلو قد يصل إلى مترين ونصف إلى 3 أمتار خصوصا على المناطق بين الجديدة وكذلك بوجدور، سيكون البحر قوي الهيجان. بالنسبة للواجهة المتوسطية فقد يكون كذلك على العرائش بعلو متر يوم إلى مترين، بالنسبة للواجهة المتوسطية فقد يكون بعلو متر إلى متر ونصف.